مع حضراتكم مع عبد الرحمن مجدي، كابتن رضا عبد العال، خالد عامر. كابتن رضا، خلاص انا بننهي الحلقه وفرحه الارجنتين وفرحتك انت شخصيا كارجنتيني حديث الولاده والوجود مع الارجنتينيين. انا واخد لسه النهارده الجنسيه. ماذا بعد ذلك يعني لميسي بقى؟ ماذا بعد؟ اقسم بالله انا لو منه انام في البيت واريح. انا بقالي كام سنه انتقاد حاد، واخد بالك؟ ان لغايه النهارده كان مارادونا الاستاذ وميسي التلميذ، النهارده التلميذ تفوق على استاذه. خلاص بقى هو رقم واحد ومارادونا رقم اتنين. ده بكل حاجه. كل يزعل يعني من الكلام ده؟ لا، ده بالاحصائيات صح، انما هما الاتنين والكرة خلاص، واخد بالك؟ انما ده عمل تاريخ للارجنتين وده عمل تاريخ. هل الكرة بس هي اللي بتفرق؟ يعني مارادونا يمكن في اخر ايامه كان في بعض المشاكل معلش، امور ممكن تكون فرقت معاه لو ما كانش حصلت. ميسي يعني هل ممكن يتعلم من الاخطاء دي؟ لا، ميسي مارادونا، لا مارادونا بطل عنده كام سنه. مارادونا ما يعني لا لا بطل عنده كام سنه. مارادونا بطل عنده كام سنه؟ هنا تفرق. 33 او 34 سنه، حاجه زي كده. كان لسه صغير. النهارده ميسي عنده 35، وبعدين محافظ على نفسه كويس قوي، وبعدين عارف ان في عوامل خارجيه كتير وكل اللي مؤثرات عليه. فهو طبعا يعني اصل مش هياخدها كده من فراغ، مش هيوصل للي هو وصله ده كده غير لما يكون قافل على نفسه كويس وبيتمرن على نفسه كويس. يا عم الحاج اللي كنت بتقول له ايه، انا ببدله دفعه. انا بس بحمسه بس عشان مش عارف ايه، اصل هو لسه ما وصلش لا ده النهارده بيكسر كل الارقام. النهارده بيعمل حاجه ما حصلتش. اتفضل. مارادونا تاكيد على كلام رضا، كابتن رضا، بس مارادونا لعب في التوب ليفل من 92 ل 3 من 82 ل 93، 11 سنه منهم اخر سنه لعب في اشبيليه ما عملش حاجه تذكر، وبعدين رجع الارجنتين. ومنهم السنتين اللي يؤخذ عليه كثيرا جدا في بتوع برشلونه من 82 ل 84، الفتره الذهبيه بتاعته من 84 ل 91 خد فيها دوري وخد فيها يورو، الكلام ده كله. بس مسيره مارادونا اعظم لاعب جه بعد ميسي على طول، اعظم لاعب جه ممكن نفتكره هو وبيليه، تمام؟ بس استمراريه 18 سنه بالقاب وجوائز وارقام فرديه، وممكن ياخد البالون دور كمان. طبعا كاس عالم، كل الارقام والاحصائيات والجوائز الجماعيه والفرديه في المونديال. ما خلاص، احسن لاعب في الماتش النهارده خلاص. ده كم ماتش هو بيطلع رقم واحد؟ هو نجم المونديال بقى، واخد توتال المونديال، راجل المباراه، واخد بالك؟ فتيجي بقى تقول لي مش عارف ما خدتش احسن. طب هنا بقى في نقطه مهمه جدا عبد الرحمن. هل ميسي بقى لما يجي يفكر ان هو يبطل زي ما نجوم كتيره بتحصل، سواء بقى في امريكا يعني او التوقيت ده او التوقيت الجاي خليج او في امريكا مثلا؟ لا ما اظنش. يعني انا الحاجه اللي بسطاني في قصه ان هو مش هيعتزل دولي دي، ان فعلا انا نفسي يعني لاول مره ميسي هيلعب في المنتخب وهو مش مطلوب منه اي حاجه. يعني هيمتع نفسه فعلا فعلا. اللاعب الدولي اللي جاي لميسي، يعني انا اتمنى اشوفه في كوبا امريكا تاني. يعني يلعب كوبا امريكا تاني ويلعب وهو عامل كل حاجه، لان فعلا كنت